تقام هذه الليلة الكريمة المباركة من امام ديوان عائلة الكرم آل السبع بمناسبة زواج الاخ الكريم معالي الاستاذ علي حفظي محمد السبع نسبا وصهرا مع معالي الاستاذ عبد المنعم شحاتة مهدي من كبار عائلات قرية صنيم مركز ابو قرقاص محافظة المنيا. اشرف واسعد بمقدم العالم القرآني الكبير مولانا الاستاذ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري وملك المقامات لسمو مقامه ومكانته بين خلقه وذلك راجع الى مكانته عند الله عز وجل فما قذف الله حبه في القلوب الا لانه يحبه اسأل الله تعالى ان يعلي قدره في الاخرة كما اعلى قدره في الدنيا ايها الاخوة الاحباب تليفون مولانا الشيخ عبد الناصر حرك 0119 70 850 هاتف اخر 0127 45 44 09 كما اسعد بمقدم القارئ والمبتهل وان كان كما يقولون صغير سن الا انه فاق اقرناءه في حفظه للقرآن الكريم وابتهاله المتميز بين احبائه واقرنائه معالي القارئ والمبتهل الاذاعي الكريم الشيخ احمد زكي اسأل الله تعالى ان يفتح عليهما فتوح العارفين ارحب بقارئ بني سويف المحترم مولانا الشيخ الاذاعي الكبير الاحمد مرسي ايها الاخوة الاحباب لا اسب في التقدمة والقلوب تتتوق وتشتاق الاعين لان تملي الابصار منه لكن استسمحكم في دقيقة واحدة اقدم شيخنا ببعض ما افاء الله به علي حرك بهر الحضور بلاغة وجلالا وانساب عسبا صافيا سلسالا حرك يهدي الاله به حائرا تائها حيرانا جل جلال الله هذا كلامه ملك القلوب وحافظ الاستار حرك اقرأ ورتل واسعد بتلاوة كتاب ربك الاجيال فليتفضل مولانا الاستاذ الدكتور عبد الناصر حرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله اللهم صل عليه وسلم سألت سيدنا النبي منفوح يا رب صل على النبي
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وزينه في قلوبكم معلش نسمع القرآن ونتأدب مع القرآن شوية قليلا الله يبارك معلش بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طال
فتنوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا
عليك. الله اكبر. هم بيقولوا لنا عايزين التاني التاني يا مولانا. والتالت مننا احنا كمان يا عم حسين. الله اكبر. ليه؟ الله عليك يا يا عم مولانا. الله يبارك فيك. الله اكبر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله. نوره مشعشع. نعم تفضل يا حبيب. جمال. لا شكرا. واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عسى أن يكون خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أطمع أن تزيد ما قلت. لا بعد. عودا على بدن. بعد تمام. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حبيبك سيدنا النبي عسى وعسى. نطمع أن تزيد. أنا حبيب زي بعض زي بعض. والله بريد محبة والله العظيم زي بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن
عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا كده.
شاء الله. حاضر 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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم عليك العمر وهو قصير وغلبت فيك الشوق وهو غزير وأنشأت بحسنكم دولة لها الحب جند والولاء سفير ومن قضت عليك جوانحي أبدا وما حل في قلبي سواك أمير. واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم الكبير يا عم الحاج لا يرقى عالي الجبال إلا الصقور يا عم منه معاك يا سيدي
إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. Yeah.
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم والله يعلم هتتعب معانا بس حب ربنا وحضرة النبي
شوية. لا مش خاب ناصر بعد اذنك. عندنا مثل في الصعيد اللي يشجى يلقى. اللي يشجى يلقى. بس. لا اتعب الا لا تزهى بعض. خلي بالك لربنا لربنا وحضرة النبي. بتعب شوية زهى بعض عشان ربنا يعيننا عليك. نتأدب مع القرآن بعد اذنكم. حاضر حاضر حاضر. والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين عليه.
حاضر حاضر حاضر. يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم الله يمن عليكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.
في الجنة يلزك يا شيخ. إلا بالبسملة من تاني يا شيخ. والله يا شيخ ما فيش حد اللي ما يعمل قيمه بايده ده غصب عنه حاجه ربانيه. صفين علماء من الازهر هم قدامك صفين علماء من الازهر اقعد تقول اكتر من كده. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما والله بصير بما تعملون. والله بصير بما بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء والسيكر. احنا نسمع مقام القرآن. الله يبارك. ما فيش افضل من مقام القرآن. الله يبارك. الله يبارك. الله اكبر.
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة من فخر قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي. مولانا سماحة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، وللشيخ قراءات متعددة في هذه الليلة، ليتنا نبقى حتى نستمع إليه إن شاء الله مرات أخرى. أيها الإخوة الأحباب، صحبة أهل القرآن كما يقال الصاحب ساحب، فإما أن يسحبك إلى الفوز وإما أن يسحبك إلى التهلكة. ولذلك قيل قديما: إياك ومصاحبة الفتن من البشر. هل هناك رجل يسمى فتلة؟ نعم. الدليل: رأى شاعر شمعة تضيء فيتساقط منها جزء جزء،
فكأنه يحاكيها وهي تبكي. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. صلى على النبي. حبيبي تغير محياه فازداد جمالا ونورا. نعم يا سيدي مأذون لك. قيل قديما، معايا دكتور عبد الناصر، إياك ومساحبة الفتن من البشر. استقيت هذا من شاعر النظر إلى شمعة ويتساقط منها حال اشتعالها جزء جزء، فخاطبها بقوله: أتبكين من فرقة، أتبكين من حرقة أم من مفارقة العسل؟ فأراد إجابة على هذا البيت فلم يفلح في الإجابة إلا واحد، قال: من لا تجالسه لا تجالسه، ما ضر الشمع إلا صحبة الفتل. لولا الفتلة جادت، لولا الشمعة انصهرت. أتبكين من حرقة أم من مفارقة العسل؟ فقال: من لا تجالسه لا تجالسه، ما ضر الشمع إلا صحبة الفتل. أيها الإخوة الأحباب، كما تأمرنا. أيها الإخوة الأحباب، العلم النافع ينفذ إلى القلوب قبل الآذان. وقبل أن أقدم لهذه الفقرة تهنئة من الأستاذ أحمد صلاح القوري وعلماء الأزهر والأوقاف